ونذهب إلى مرج عيون بالجنوب اللبناني للزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، في البداية أرحب بك. إذن أخبار وأنباء عن تحليق مسيرات إسرائيلية في سماء الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاث، ما هي آخر الأخبار الميدانية عندك؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل الطيران المسير الإسرائيلي كان يحلق في الأجواء اللبنانية على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد سلسلة من العمليات التي نفذت من الجنوب اللبناني، ولكن ربما المسيرات الإسرائيلية لم تتوقف عند حد الاستطلاع فقط، ولكن قامت مسيرة إسرائيلية بإطلاق عدة صواريخ على سيارة في منطقة أو على طريق واقع بين بلدتي البازورية ووادي جيلو في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وتحديدا في قضاء صور، مما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة اثنين آخرين جراء هذه الغارة الإسرائيلية التي على ما يبدو أنها عملية اغتيال لأحد العناصر في هذه المنطقة. ربما حزب الله لم يعلن حتى الآن عن تبني أو عن نعي لأي من عناصره جراء هذه الغارة، ولكن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت بشكل رسمي أن هذه العملية أسفرت عن سقوط قتيل واحد وإصابة شخصين. ربما كانت من المفارقات في هذه الحادثة أن فرق الإسعاف التي هرولت لموقع الحادث وقامت بإطفاء النيران التي اشتعلت في السيارة كان أحد عناصر هذه الفرق اكتشف أن أخيه في هذه السيارة وأن أخيه هو الذي سقط قتيلا جراء هذه الغارة الإسرائيلية، فكانت من المشاهد المؤثرة المتداولة حول هذا الحادث في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. أحمد، بخلاف ذلك هناك قصف مدفعي استهدف أطراف عدد. أحمد، كونك قلت أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن مقتل شخص في هذا الاستهداف وأن أحد عناصر الإسعاف فوجئ بأن أخيه هو الشهيد، لم يتم ذكر اسم يعني هذا الشهيد من قبل وزارة، سواء وزارة الصحة أو من قبل حتى الصحف اللبنانية أو الإعلام اللبناني. هل من أنباء عن خلفيته، عن هويته، عن اسمه على الأقل؟ ربما الاسم تم الإعلان عنه وهو يدعى علي، ولكن الهوية والانتماء ربما لا تعلن، لأن حينما نسير في الجنوب اللبناني نتعامل مع أشخاص كثيرة، ربما هذه الأشخاص هي تابعة للحزب أو تابعة لأي من فصائل المقاومة، ولكن لن يعلن عن ذلك ولا يعلن عن ذلك إلا في حال صدور بيان رسمي من حزب الله ليكشف هوية هذا الشخص. فبالتالي الصحة اللبنانية أعلنت بالمناسبة، هذا تقليد جديد من الصحة اللبنانية لأول مرة تتعامل مع العمليات في الجنوب اللبناني هذه اليوم، هذه المرة الثانية بعد عملية شمع أن تتعامل الصحة اللبنانية مع أعداد الشهداء والضحايا جراء أي غارة إسرائيلية، فهذا هو تقليد جديد للصحة اللبنانية فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن في المعتاد كان حزب الله هو من يتصدر لهذا الأمر ويعلن نعي أي من عناصره جراء هذه الغارة. حزب الله حتى الآن لم يعلن أو لم ينع أي من عناصره. نعم أحمد، سنكون معك بالتأكيد في ساعات إخبارية جديدة للوقوف على آخر التطورات بشأن هذه الغارة أو هذا الاستهداف. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من مرج عيون بالجنوب اللبناني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.